الله مشاهدي متابعي قناة وطن دبليو تي في، أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من برنامجكم برنامج المعتمد. اليوم حلقتنا مخصصة حول انتشار الأمراض السرطانية، ما هي الأسباب وطرق الوقاية. راح نتعرف على هو تفاصيل من خلال ضيفي الدكتور حسن علوان، استشاري طب الصحة والوقاية. حياك الله دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. بين فترة وثانية نسمع سين من الناس، يعني بعيد الشر عن المشاهدين، انه صار بي مرض سرطان او فلان من الناس صار بي يعني اليوم اعراض السرطان. نريد نعرف شنو اسباب انتشار هذا المرض بشكل كبير بالآونة الأخيرة. الآن قبل أن نعرف شنو الأسباب اللي تؤدت إلى زيادة عدد حالات السرطان على مستوى العالم بالعراق بشكل خاص، هذه يهمنا. شوف السرطان، شنو هو سرطان؟ هذا الاسم المرعب. الحمد لله ما نريد نخوف الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. السرطان الآن ممكن سيطرة عليه من الجانب الإيجابي، وممكن تطور يوميا، تطور عالم يومي، الطب يتطور في كل لحظة. هناك علاج، بس الأهم من العلاج قلنا لقاءات سابقة، هذا برنامج هو الوقاية. شلون نتوقع حتى ما يصير عندنا المرض المزمن؟ نعم. احنا ورم خبيث. هذا الورم بدا هذا العقد عندنا بالعراق وبالعالم. ضاعف 4 مرات عن قبل 3 سنين. ليش؟ نعم. هذا نسأل دائما ليش؟ عدة أسباب، منها إيقاع الحياة السريع، منها الأغذية المختلفة المصنعة والغير مصروفة والإضافات الكيميائية والمحاصيل الزراعية التي معدلة جينية، ومنها هذا عامل مهم ويهمنا أيضا بالعراق، هي الظروف النفسية أو الضغوط النفسية الهائلة اللي مرت على الشعب الأرض. كل هذا وهاي واحدة من الأسباب التي تؤدي. لكن هو أيضا عنصر مهم. نعم. التلوث. تلوث مهم. نعم. تلوث أيضا هذا عامل تجي عليه عوامل بيئية. إذا السرطان يصير من شيئين، الوراثة، يعني في واحد عنده استعداد وراثي لان يصير به طفرات تتغير الخلايا بجسمه، تنقسم طبعا خلايا جسمه، بلايين الخلايا موجوده بجسمه، بس هذه تحت سيطره بشكل مرتب، تحت سيطره بشكل مرات هاي الخلايا تنقسم بشكل خارج السيطره، يعني تبدا تنقسم لواحد وتتكاثر وتنتشر وتسوي لنا ورم، تومه ورم. هذا الورم قد يكون حميد، طبعا حميد ممكن السيطره، قد يكون خبيث خبيث ينتشر الى باقي اجزاء جسمنا، خلايا غير طبيعيه تتكاثر، تاخذ الغذاء مال الخلايا الطبيعيه، راح تؤدي الى مريض الروح بالباثوفيسيولوجي. نعم. والحالات المرضية العميقة اللي شلون يصير السرطان. زين دكتور، احنا نعرف انواع الامراض السرطانية. نعم. 200 نوع. 200 نوع. ياكو خلايا بجسمنا. زين. نتوقع احنا خلايا بجسمنا اكو، كل خلية ممكن ان يصير بها هذا التغير غير الطبيعي. نعم. اللي يصيح له ورم، قد يكون حميد. واحنا دا نحكي على الورم الخبيث اللي ينتشر واللي عواقبه وخيمه. نعم. واللي لازم نتحزم له بحزاميا كل احنا اللي دا نسمع هاي الحلقه، شلون نقي انفسنا وبس انفسنا واهلينا باجراءات قد تكون بسيطه بتجنب عادات معينه لمكافحه التلوث. ما شاء الله اللي يسمعنا يقول راح نحقق التنميه المستدامه ونحافظ على البيئه والصحه اللي ضامنها الدستور العراقي، لكن مع الاسف الشديد تشوفين هاي الفضائيات بالعالم كلها، تعالي شوف هذول اللي يتعرضون الى ملوثات الصناعه النفطيه بالمصر،
كلكم تعرفونها، الى الملوثات الاخرى المختلفه المسرطنه. واهم شيء عندنا وفد اشياء عامه تخلي شنو اكثر مرض عندنا سرطاني منتشر الان بين الاناث بشكل غير طبيعي، ياخذ طابع وباء، واللي بالعالم وحده من 12 من النساء يصير بها سرطان ثدي اللي يصيب الخلايا السطحيه المبطنه لبعض الاعضاء والقنوات الموجوده في الغده اللبنيه. هذا منتشر عندنا بالعراق بشكل غير طبيعي. شلون غير طبيعي؟ يعني وحده من 12 امراه برا بالخارج باوروبا يصير بيها سرطان ثدي. بالعراق لا، وحده من 8. شوف فرقنا عن العالم. لازم نسال ليش ايضا؟ عده عوامل ملتي فاكتور. هاي العوامل منها الملوثات، منها القهر والضيم هذا اللي يضعف المناعه. نعم. منها التغيرات والاضطرابات الهرمونيه المختلفه. زين. ومنها اعلموا نعم منها دكتور أكمل. نريد نعرف يعني منو اكثر اصابه او عرضه للاصابه بالامراض السرطانيه، الرجال ام النساء؟ كل ما قلنا مو عوامل هرمونيه تاثر. نعم انت النساء. اذا النساء اكثر سرطان عندهم بالعالم وبالعراق ايضا اذا ناخذ وبائيه السرطان، هو سرطان الثدي. نعم. سرطان الثدي كلكم دائما احنا لو نسال كل واحد يعرف ان اقاربه فيهم الصحه والعافيه اكو وحده فيها سرطان ثدي. هذا السرطان خلني شويه نحكي عليه ممكن اذا اكتشفناه بشكل مبكر بسرعة قابل للشفاء قد يصل إلى 99%. أنا ندب جرس هنا. الأمراض الأخرى عند الرجال تختلف عن طبعا الرجال يصير بهم سرطان ثدي بس 1% نسبة يصير يضعف أكثر من النساء. يعني يمكن يستغرب المشاهد يقول معقول الرجال يصير بهم سرطان ثدي؟ نعم يصير وعندنا حالات وذا نشوفها بعياداتنا واي يعني مو واي بواحد الى 100. ليش؟ لانه الهرمونات تختلف. الهرمونات عند النساء الهرمونات الانثويه تكون عامل من العوامل المسببه لسرطان الثدي. بعد شنو عند الرجال؟ عندنا سرطان البروستاتا. نعم. بالعراق نحكي على اكثر شيء فينا بالعراق. سرطان البروستاتا بينهم نساء ورجال وللاسف هسه بدات تصير بين النساء ويا ويلي تعال يا عمي شهيد شوف النساء يصير بهم سرطان على سرطان الرئه من السرطانات المتعبه جدا المتعبه وعلاجها صعب مو مثل سرطان الثدي سهل واللي مستقبلا بين واي اكثر من سرطان الرئة. من هذا ليش النساء بدا يزداد عندهم؟ نعم صوت نعم يعني لاحظ بالآونة الأخيرة وبحسب يعني الدراسات الأخيرة أنه خلال عام 2025 إحنا مقبلين على موجة عارمة من الإصابات بالأمراض السرطانية في مختلف دول العالم. يمكن يوم الدول الغنيه هي اكثر اصابات بهذه الامراض، يعني حسب الاحصائيات الاخيره والدراسات الناتجه من منظمات الصحه العالميه. بالتالي اليوم اسباب كثيره وانتشار التلوث بصوره عامه، واليوم ايضا الاغذيه المعلبه او الجاهزه يمكن يوم هي وانتشارها بشكل كبير بالاسواق هي يوم من اهم العناصر والاسباب. يعني اليوم اغلب ربات البيوت يمكن وقت ما عندها فتستغل انه هاي الاكلات المعلبه او يعني تستغل الاوقات باكل هذه الاشياء اليوم السريعه التجهيز، بالتالي هي ما تعرف شنو النتائج. يعني احنا متعلمين قبل نشوف اهالينا ما عندهم سرطان او يمكن نادر من نسمع انه شخص مصاب بالسرطان، لكن هسه صارت يعني شغله عاديه انه بين فتره والثانيه يسمع انه سينه من الناس صار به سرطان، حتى الناس يعني قامت ما تستغرب من انتشار هذا المرض. شنو السبب؟ لان صارت يعني اصابات كثيره خصوصا بالمناطق الجنوبيه وتحديدا البصره بسبب التلوث البيئي، وخصوصا الناس اليوم تعمل بالشركات النفطيه
اليوم اكثر عرضة للاصابة بهذه الامراض. نايك اليوم عن التلوث البيئي اللي موجود بسبب اليوم المولدات وانتشار اليوم شبكات الاتصال بكل منطقة، نشوف بين شارع وشارع اكو شبكات اتصال او مولدات، فكل هاي بها تأثيرات سرطانية تأثر على صحة الجسم. نعم، رجعوا يا دكتور حسن. اي هذه الملوثات اللي جتنا بالفترة الأخيرة نتيجة يعني نقول النفط وبال علينا، لو نعمة لو نقمة. والله صراحة من جتنا الدكتور يقولون هو نقمة علينا مو نعمة. نقمة يعني نقمة يعني احنا جبنا هاي البصرة. نعم احنا جانا النفط، صناعات النفط، بس ما اتخذنا بنفس المستوى وسائل الوقاية. يعني تشوفين انت هاي التراخيص المختلفة اللي صار لها 15 سنة، المفروض وياها احنا ما نحرق الغاز ويسبب لنا تلوث. هاي الانبعاثات اللي تطلع هواية ايضا مفروض نفكر شلون نسيطر عليها حتى نحمي الناس. هاي المصافي الان وجدنا النوب، مسألة المولدات اللي حكيتي عنها. نعم. هاي العوامل الهيدروكاربونز والعوامل المسرطنة اللي تروح للجو نتنفسها احنا. الانسان يتنفس يوميا ما يقارب بالكيلو 18 كيلو هواء بالكيلو دار الوزن، يا يشرب كيلو ياكل كيلو اكل، هذا نقدر نسيطر عليه. يشرب 3 كيلوات مي، بس الهواء شلون؟ شلون اشتري هواء اذا هواء امين وصحي؟ ايه ما اقدر. فاذا لازم اكو وسائل حماية للبيئة حقيقية حتى اتجنب كثير من الامراض، مو بس سرطان الرئة، اكو العديد من الامراض اللي سرطانية وغير السرطانية اللي يسببها تلوث الهواء. هاي الدقائق النع، هذا التصحر اللي يصير عندنا. نعم. والغبار وذرات الغبار هاي تروح تتراكم يسوي لنا ما يسمى بتتريب الرئة. شنو تتريب الرئة؟ يعني ناس شوفه شاب عمره بعد بالأربعين سنة وهذا يناهد ما يقدر يتنفس صح. زين دكتور، انت ذكرت اكو سرطانات الرئة تصير عند النساء، شنو الاسباب؟ كل واحدة اهم سبب هذا بالعالم وقلناه وعندنا مشرعا هو الملوث المنتشر بيناتنا، والعادة السيئة اللي وصلت بين الشباب عندنا والتي هي المفتاح الملوكي للدخول في عالم المخدرات اللي ما شاء الله منتشر عندنا هو التدخين. نعم. ويا تدخين، التدخين قلنا تدخين النرجيلة، واحد من يدخن نرجيلة لمدة نص ساعة. عادات دخلت على مجتمعنا دخيلة جدا، ونضيف لها انه مو بس هذا التنباك المعسل، قاموا يضيفوا له مواد تقوي الإصابة بالسرطان، مواد عضوية يخلوا ويخلون حتى مخدرات ويا قاموا. زي ليش ما يمنع؟ ليش نشوفها منتشر بأغلب اليوم المطاعم المقاهى يعني القهاوي نقولها بالعامية، وين ما تروح منتشرة النرجيلة، شباب وبنات ويعني حتى نشوف مراهقين ويعني عارف أطفال بدأوا يعني يشربوها، يعني الموضوع صار عادي. يعني عادي مو عادي سب الله قلنا صراحة، مو قلنا هاي بمادة النيكوتين مادة مخدرة أكثر خطرا على الشباب حتى من المخدرات، وهي التي تفتح الباب للدخول في عالم رهيب مدمر. نعم. اسمه عالم التعاطي والإدمان. فإذا أنا من نبدي أريد أسوي وقاية من المخدرات، وين أبدي؟ أبدي خذوهم صغارا بأطفال المدارس، ما خلي يدخن، امنع بيع السجائر بالجامعات وبالمدارس، اضيف شويه بعض الضرائب الاخرى على ما اخلي اعلانات معينه، اراقب الحدود. تعرفين انت اكو مصانع هسه وين موجوده؟ بالبحر، بحر هذول يتهربون من الضرائب، يجيبون اردى انواع السجائر والدخان بالعالم واللي به نسبة النيكوتين عالية، حتى إذا أمسك بالشباب العراقي، إذا أمسك بهم بات في غله، بات والشباب في غله أبدا. من هاي تجينا حدود مفتوحة،
ندخل سجائر على اساس معجون اسنان وما ادري شنو، من غير الاعلانات اليوم المغريه والمشاهير اليوم اللي يستخدموها. لا هي طبعا فاحنا هذا الشيء لازم يعني شنو العراقي لازم نقضي عليه، مو يعني نزيد من عنده، وبالتالي اليوم السرطانات ما شاء الله صار اصلا شيء عادي عندنا. عفيه، اذا الاول شيء خلي ببالك بهذا برنامج، هو يجب ان يكون هناك برنامج جاد تتبناه الحكومه، البرلمان، الدنيا، الصحه افضل النعم يا ناس. ماكو، وين اسوي؟ السيد رئيس الوزراء يقول التنميه ونزيد انتاجيه المواطن العراقي، اذا هو يدخل وش اسمه يعني دكتور، انا اشوف يوم التدخين بين فئات المراهقين، يعني تدخل مطعم تشوف شاب او شابه بعمر 12 13 سنه يعني ممنوع، ممنوع اليوم يدخن، ممنوع يطببون. اكو دول الان منع الدخول التبغل، اكو دول اخرى تقول لك اكو ضرائب، ما اعرف شلون يعني هاي المساله لازم ننتبه لها. اكو بس مو فعاله، شنو مليار دولار بالسنه احنا نشتري هذا المعلن نطبب الجقاير، وهاي الجقاير شد في نوع من السرطان تسوي الجقاره، حتى سرطان المثانه تسوي، سرطان القولون، سرطان البنكرياس، سرطان المبيض، سرطان الجلد، هاي كلها السجائر تسويها، النيكوتين، القطران، هاي كلها مواد سامه تجي تروح بجسمنا، واردى انواع. يعني هناك مثلا يفحصون تشوفين النوع من الجقاير تفحصيه بانجلترا، وهنا تشوفين هناك عليها سيطره نوعيه، ما يزيدون نسبه المواد الضاره، اذا زادت يحاربون الشركه، هنا ماكو رقابه هواي عليها. يعني دكتور للاسف بعض الشباب اليوم يعتبرون التدخين، خصوصا يعني هذا الظاهر اشوفها هسه عند البنات، سواء كان تدخين الارجيله او اليوم الشرب، يعني سكر نشوفها تعتبر روحها انه هي فد شيء، يعني انه هي مثقفه او من الطبقه المخمليه فتتجه للتدخين، ما تعرف هي الاضرار اليوم اللي تسببها لها بالمستقبل. هو هاي النقطه لازم، لذلك نقول قناتكم سباقه بالتوعيه الصحيه لوك الناس. نعم. هاي المليارات تبدا تروح هذا الهيلث ايكونوميك، اقتصاد من اتمرض وانا فقير ويصير بي سرطان، واروح ابيع بيتي وابيع الذهب مرتي وشقى عمري كله، وما حد معين. تبدا من قطاعات مختلفه، مو بس الاعلام، مدارس، تربيه، جامعات، غيره، لانه احنا هسه عندنا هجوم كاسح اخطر من الارهاب، هو هجوم المخدرات. من الباب اللي يخليه يدخل؟ من هو؟ التدخين. بعدين هذا مشروع ما دام قهوه وتتين، شوف هنا هاي كلتشر ثقافه، ما دام قهوه وتتين كل الامور تهون، فنجان بعد العشاء ونعمر الغليون ناسا. اذا دنيانا، مو يقول مظفر النواب الله يرحمه، يقول دنيانا نرجيله غرشه وصمتتن وتدور بينا وتلتف، ايام المزبن قرن شقري كان ايام ال يعني دكتور احنا اكتشفنا مرضى عندك، مو بس اليوم حضرتك طبيب، شاعر ايضا. هذه مو هذه تدخل ضمن يسمحوا لها الطب الاجتماعي. نعم. العادات والتقاليد اللي عندنا اللي شرعن بعض التتن، يقول هذا حج زاير الدويج مشهور. نعم. هذا رجل شاعر يعني امي، هو يقول اريد اشرد من الحله ولا اعود، حله بابل. ايه. كمان جما تسليني ولا عود ولا عود جيجاره، هو كاتل الجوع ما عنده اكل ياكل، يقول جيجاره ما بقت عندي مدمن ولا عود ولا عود، وفلسي ان التتن حسره علي. الله. اذا هاني اذا ماكو تتن عندي ما اقدر اعيش. مقبول هذا، تصير اجتماعات فواتيح، استطعنا الحقيقه مجموعه من الشباب قبل 30 40 سنه، عندنا منظمات مجتمع مدني نشيطه ايضا، حاولنا ان نمنع توزيع السجائر بالفواتح، قبل كانوا فعلا شوف صواني وبيها سجاير بالفواتح تتوزع، هسه صار الموضوع علني يعني باكيتات مو بس يعني وحدات باكيتات. نعم اي
اي مو باكيه هو، بس احنا شو نريد هسه؟ طلعت عندنا موضه جديده هي السجائر الالكترونيه. شلون عندنا اخطاء شائعه يقول لك النرجيله الدخان يطب المي ويطلع بالعكس هو يترطب النوم اكثر ويصير ضرر اكثر على الجهاز التنفسي. نعم. ويسبب سرطان. زين هاي النرجيله الالكترونيه هل فعلا اليوم هي يعني اقل خطوره؟ انها مسببه للسرطانات. العشان يقول اليوم هي اقل خطوره يعني دكتور؟ من الاقل خطوره ابدا. التبغ مو كله خطر. ودري لا بالنسبه اليوم النرجيله الالكترونيه اللي يتجه لها بعض الشباب يعني يقول لك حتى انا اخلص من السجاير او اليوم النرجيله. ابدا ابدا يسمعوني اكو التدخين السلبي، يعني انا شنو ذنبي؟ انا موظف قاعد واللي بصفي يدخن، انا اصير مدخن مثله. زين هو ما يقصد، بس انا اتنفس الهواء الملوث داخل الغرفه وازيدك من شعر بيت. اكو التدخين من طرف ثالث ما سامعه بها. من هو الطرف؟ انا مدخن. زين انا اقول لك طرف ثالث، انا مدخن اجيت قعدت بغرفه او صاله فارغه ما بي احد، بس انا عازل نفسي دخنت اي نوع من التدخين نرجيله الكتروني وطلعت من الغرفه. اذا يجي واحد يطب الغرفه انا ما موجود راح يتاثر ببقايا دخان وذني الذرات التبغ والمواد الضاره اللي تطلع من الدخان اللي توقع على الزوليه او كيرتن على الفردات، وخاصة الأطفال. شافوا دولة الأطفال الصغار اللي يوقع عزولية وش اسمه وبيها بقايا تدخين عندهم إذن حكينا هواية على التدخين. نعم. والتدخين دكتور يجب يعني احنا لا. عرفنا شنو الأسباب وعرفنا يوم يعني طرق الوقاية المفروض انه الشباب يتبعها، لكن جيب عقل اليوم واعي ممكن يفتهم. اذا اليوم احنا بحاجة الى ثورة كبيرة لتوعية شبابنا من مخاطر التدخين والوقاية اليوم منها ومن الأمراض السرطانية المنتشرة. دكتوري حسب الدراسات أنا قرأت تقرير أنه خلال 2025 يعني راح يصير نسبة الإصابة تكون عالية بالأمراض السرطانية بأغلب دول العالم. نعم. يعني تزيد عن 77%. أحسنتي، هذا تقرير من منظمة الصحة العالمية. نعم. عندهم قدرة، إحنا علم التنبؤ prediction. شنو بريدكشن؟ يعني انا اتنبا ايش راح يصير اعتمادا على الزياده اللي صارت عندي بالسنوات الاخرى. نعم. فالعالم من تتنبا، وهذا الحكي لو تشوفين لو احكي لك على هذا البلد، يعني انتم والمشاهدين الكرام والدنيا احفاد اولئك العظام الذين علموا الدنيا قوانين الوقايه. من زمن نبوخذ نصر ذا سكن، نبوخذ نصر الثاني وحمورابي اللي اول ما اللي خلى المسؤوليه واكد على الجانب الوقائي ذاك الزمان. فإن واحد يذبل حيوان نافق ميت بنهر شو يسوي به حمورابي؟ فإن واحد يقطع شجره يقطع عقوبه بيئيه يقطع نخله بزمن حمورابي شو يسوي به؟ يعاقب عقوبه بيئيه لازم يزرع 10 نخلات واذا ما يزرع يحبسه. هاي نقطة كلش مهمة. اجى النوب البابليين القدماء اللي كانت عندهم كليات طب يأكدون إذا عض كلب نبيل عبدا. نعم. يصنفوه مجتمع طبقي، نبلاء والعبيد والطبقة الوسطى. زين إذا واحد عدة كرمين كلب، وهسه شوف احنا عندنا داء الكلب هواية، هذا السعار ما شاء الله منتشر سامع بي ما أضمميه مرض مرض مميت ومستوطن بالعراق. او سبب وين تعيش هاي الكلاب السائبه المسعوره؟ تعيش على النفايات. نعم. وانت شوف تطلع انا من بيتنا اشوف كومه من نفايات عليها فد 20 30 فعلا. زين ذولا يعني هاي مشكله الكلاب السائبه مشكله حقيقيه تعاني منها الناس. سببها طبعا النفايات، بيئه ملوثه. إذا هي منتشرة بكل مكان، بارقى المناطق نشوف يوم النفايات منتشرة. بزمن حمورابي، فين واحد يخلي له الكلب ماله سائب؟ نعم. إذا عضله واحد يلزمه هذا يغرمه كذا شيقل،
من الفضة. زين دكتور، عندي سؤال اليوم، إذا كانت الأم يعني حامل ومصابة بمرض سرطان ممكن ينتقل للطفل؟ لا ما ينتقل. السرطان هو مرض غير معدي، non-communicable disease. يعني ولو خلى أجيب سؤال حلو، واحدة من أسباب الإصابة بالسرطان والتي يمكن الوقاية منها، وهاي رسالة سريعة جدا للمواطنين، للأخواتنا أمهاتنا بناتنا، ضرورة التأكيد على أهمية أخذ لقاحات معينة. منها سرطان عنق الرحم يسبب فيروس عنق الرحم الحليمي، هذا شنو؟ فيروس إله لقاح موجود بالمراكز الصحية. نعم. ما عندنا وعي عنه، تاخذه ما بي ضرر. احنا هسه نشتغل بالطب ناخذ لقاح، والمفروض كل الناس اللي معرضين للخطر، الحلاقين، ذن اللي يشتغلن بالمال التجميل، مراكز التجميل، ذني سبب في نقل التهاب، نقل فيروس اسمه فيروس التهاب الكبد البائي نوع بي. يعني دكتور يوم الوشي التاتو المنتشر بالصالونات هذا هم ممكن يسبب يعني احسنتي هذا يسبب سرطان. شلون سرطان المن؟ نعم. سرطان الكبد شلون؟ اني تاتو استخدم نفس الشفره، نفس هذا المكحل الشيء الثاقب من وحده حامله لفيروس التهاب الكبد نوع بي، انقله للاخر. يعني حلاق، أنا شفت حلاق وسبب لنا بعض الشيء، نفس الموس يستخدمه في تحديد عدة أشخاص. هاي القطرة مال الدم اللي ما ترى بالعين المجردة بموس الحلاق، زين بها مليون فيروس، واحتمال أكو شخص بالدم مصاب هو محلق له وما يعرف، وبالتالي أحسنتي النقل. هو نفس الحلاق وما أحسنتي عاشتي يروح. إذا صار عندي أنا ما عندي أعراض، ورا 20 سنة يصير عندي سرطان الكبد، هاي ما حاسين بيها، ممكن. لذلك الرقابة مهمة واللقاح أهم. معطولك لقاح ضد التهاب الكبد الفيروسي نوع بي ناخذه، وأنا أقول لكم وعلى مسؤوليتي هذا اللقاح أمين 100%، وأقول كل اللي يشتغلون نعم يعني بشغلات ممكن أن يصابون بهذا التهاب الفيروسي اللي يسبب لي مجموعة من السرطانات. زين دكتور، نشوف أيضا مرض منتشر حاليا اللي هو نقص المناعة. نعم. بين الفئات الشبابية. أحسن. شنو أسبابها؟ هاي مصيبة حسا منتشر عندنا هم بالعراق، جت هذا مشكل مرض مسكوت عنهم. شلون مسكوت عنهم؟ قبل من طلع الايدز عندنا وجتنا، تتذكرون الدواء الملوث اللي جانا لأهل الهيموفيليا فاكتر اي تجانا من فرنسا والطينال المرضانة الأطفال المصابين بمرض النزيف، وصار بهم ايد. هاي الحكي بالثمانينات، أنا عاشرت قربان. نعم. هسه قبل صار رقابة من تطلع من تجي من برا من الخارج يفحصون الدم مالتك، خاف بيك فيروس نقص المناعة المكتسب HIV اللي يسبب الايدز أكواد إميون ديفيشنسي سندروم، يعني مرض نقص المناعة. هذا مرض خطير، أول ما يدمر لنا الخلايا المناعية، فجسم بلا مناعة مثل وطن بلا جيش بلا أي واحد، أي كل الأمراض تدخلنا بما فيها سرطان، وخاصة سرطان الجلد، لأنه السرطان من اللي يؤخر الخلايا الغير طبيعية بالجسم هي المناعة القوية. شوف راح نربط المناعة القوية، المناعة القوية من يدمرها هاي الفيروسات اللي حكينا عنها، ومنها فيروس الايدز، ويراد انهم نتحزن بحزاميا لانه بدا هذا مرض مسكوت عنه، ذول الشباب بدأوا يروحون وينتقل عن طريق العلاقات الجنسية غير السليمة، خاصة ذول اللي يروحون لبرا ويجون ومن بحصهم مع الأسف، ويبقى حامل الفيروس ينقله زوجته ينقله للآخرين وما ندري احنا. هذه قبل كان رصد لها وتقويم، هسه ضعفت الامور مو مثل قبل، والامور انفتحت والسفر زاد، والدول المجاوره لنا للعراق معدلات انتشار الايدز بها عالي. احنا نقول 2000 حاله عندنا، بس ما خفيها كان اعظم اعظم اعظم، مو هيك راس الجبل الجليد احنا نتعامل وياه، لانه هذا بصمه
ما حد يحكي بي اللي يصاب بالايدز ما يقول انا بي ايدز بني ادم بني ادم حتى اهله يخافون يعني يحكون اهله يخافون احتمال يعني جايه يعني منتقل الم يعني يعني مو شرط شو الراد انه اذا شو الراد انه ستهبه نعم الراد انه منخفض غربين ناخذ من ذولا على الاقل اذا ما عندنا امكانيه من اللي يسافرون الجورجيا اللي يروحون لفلان مكان اللي يطلعون هوايه اللي يجون منا تعال اخذ عينه منهم افحص الدم مالهم حتى اشوف وين احنا دكتور احنا نريد من عندك نصيحه اليوم لشبابنا حتى يعني يحافظون على نفسهم ويبتعدون عن هاي الامراض المنتشره. من شو يقولون اهلنا قبل؟ من عافاك اغناك اغناك الصحة بضاعة أيها الشباب والتأني عن شرائها إضاعة دير بالكم أيوة. رأس مالكم هي صحتكم ابتعدوا عن التدخين دير بالكم ابتعدوا عن المخدرات والآفات هاي الغريبة الرهيبة ابتعدوا عن السهر ابتعدوا عن كل ما يسبب اضطرابات نفسية لكم ابتعدوا عن العمر كل هاي الامور تخليكم تعيشون. الحب شنو دخلت بالموضوع دكتور؟ الحب؟ ايه الحب شلون هو الاساس. الحب هالحرفين يعني مش اكثر. هو الحب يقوي المناعة الذي نفسه بغير حب او جوال لا يرى في الوجود شيئا جميلا فتمتع بالصبح ما دمت فيه لا تخف ان يزول حتى يزول. يعني اليوم لازم الشباب حتى الحب يعرفوه هم من الحب نفس الحب العاطفي اقصد هذا الحب حب لاخيك ما تحب لنفسك الحب يقوي المناعه الحب يخليني انا اقعد هنا واحكي برنامج عندكم توعوي هذا عطاء هذا يقوي المناعه مالتنا نعم يخلينا خير الناس انفعهم لغيره اذا انا من احب غير ما اكره اللي يكره يصير عنده ارتفاع بالهرمونات مال الادرينالين وهرمونات الضغوط وبالتالي يكون آفة وعرضة للآفات المرضية المختلفة. نعم. ليش؟ أنا حقود ما أحب غيري ما أحب الآخرين أني ما أحب الخير الغيري أصير قلق ويا ربع الليل ما نامه وحسبه أحس بي دكتور يعني اليوم انت بدعت بالشعر اكثر من مجال الطب. يعني هاي مهمه هاي شو اسمه فدعة الرجاوية. هذه حلقه شعريه. ايه قول تجي حسبه تسليني وحسبه مو؟ ايه. ربع الليل ما نامه ربع الليل ما نامه. وحسبه. هذا النوم النوم صحي وخر السرطان. نعم. لازم انام 7-8 ساعات. هيلث سليب. تقول ما نام اني قلقه. عندي فاينانشال هاردشيب. افكر بعيشة جهالي افكر بمصير رجلي افكر ما نام الليل ربع الليل ما نام واحس بي وحسبه زين عيني؟ نعم واحسبه ساعة تنساع احسبه عد ساعة تنساع واحسبه تجي حسبه تسليني واحسبه تهيجني وتثير الألم بي هاي المشكلة صح لسانك دكتور هاي وحدة هذه فدعة نفسها تقول تلولي لأخوها حسين الزرجاوي الرضاعة الطبيعية ترضعهم رضاعة طبيعية جهالها الرضاعة الطبيعية تحمينا تحمي أمهاتنا وخواتنا وبناتنا هاي نداء من خلالكم من الإصابة بسرطان الثدي نعم. واربع دراسات انا مشرف عليهم مال دكتوراه وطب اسره اكدت ان اللي رضعا من العراقيات نسبه الاصابه ومعدل الاصابه حدوث الاصابه سرطان الثدي نعم بسرطان تكون اقل قليله جدا نعم قياسا باللي رضعا اطفالهم ممه رضاعه صناعيه فاذا الرضاعه الطبيعيه هي وسيله من وسائل حمايه واخير شيء خلينا نقول نعرج عليه نعم. دير بالكم وقالها ابن سينا قبل 1000 سنه قال واعلم حتى توخر السرطان بان الحكم للغذائي
أرجوزة ينمي الذي يصلح للنماء وكل ما ينقص بانحلال من بدن يصلحه في الحالي. عندك بروتين، عندك خضروات هواية، راح يصير عندك هاي الأغذية المضادة للأكسدة تلقفها للخلايا السرطانية. وقلل الطعام بالمصيفي، اجينا المن للسمنة، واحدة من أسباب السرطانات المختلفة العديدة. خلي يسمعون، هو زيادة الوزن، الأكل طيب بما فيهم المتحدث، احنا ناكل نحب اذا ننقهر اكيد خصوصا العراقيين ناكل اذا نفرح مع عزايم واكل نعم. مو فالاكل قلل كله، تريد اولادك تعرفون تاكل غير صحي، فيراد لنا نركز على الاغذيه. وهذا يجيبون لنا الخبز الابيض، ثري وايت كيلرز يسوون عندنا سرطان، القواتل القاتلات الثلاثه البيضاويات منهن الشكر، هذا هو يربي خليه السرطان. اي حلا اي شيء حلا او سكر صناعي مدمر ابتعدوا عنه تماما او قللوه الى اقصى حد، لانه هذه الميديا هذا الوسط لنمو خلايا سرطانيه بجسمكم. بعد الملح كارثه، الابيض الثاني، الثالث هو الطحين الصفر، هذا اللي جينا من تركيا المقصور، هذا الابي كارثه، ماخذين الشيء القوي زين بي وعايفين الماده المسرطنه بي، فيراد لنا نبتعد عن كل ما يسبب زياده الوزن عندنا. نعم كل دكتور، ما يعني نشكرك على النصائح نعم. اليوم القيمه اللي قدمتها لنا، ونتمنى من الشباب اليوم انه يعني يلتزمون بهاي النصائح، يوم يبتعدون عن التدخين، وخصوصا يعني بناتنا الشابات، يعني يوم انتم بخطر جدا كبير، بالتالي ما تعرفون شنو الاعراض اللي ممكن تصيبكم او المشاكل الصحيه اللي تصيب جميع اليوم الشباب بالمستقبل. شكرا لك دكتور حسن علوان، استشاري طب الصحه العامه. الله يخليك، الله يخليك، شكرا جزيلا لك، يعني يوم صراحه استمتعنا بالحلقه ويا حضرتك. الله يخليك ويحفظك، شكرا يا عيني، اهلا بكم في مال الله. الوقايه خير من العلاج، يعني ذكر الدكتور يوم مجموعه من النصائح، نتامل ان الشباب اليوم يكونون اكثر حفاظ على صحتهم، والابتعاد عن التدخين اللي هو خطر كبير بدا يستشري بكافه المجتمعات. وصلنا لكم مشاهدينا ختام حلقتنا، تابعونا. إلى اللقاء.